انتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فقرتنا النهارده مهمه جدا في الجزء الثاني من حياتك صح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع الاستاذه الدكتوره رحاب الفقي استشاري الصحه النفسيه. مرحبا بيكي يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله كويسه. كله تمام؟ كله جميل. بصي انت مسؤوله في الساعه دي عن صحتنا النفسيه كلنا كلكم كل مسؤوليه كبيره. الملايين اللي بيسمعونا دي دلوقتي اي حد يا جماعه اللي عنده مشكله طبعا كلنا عندنا مشاكل وكل حد فينا بيعاني من شيء. ده اللي كنت بقوله في بدايه الحلقه ما بين ان انا عندي مشكله وان انا مريض نفسي. عشان الناس كلها تقول لك انا مريض انا ايه الفرق بقى؟ لا فرق كبير جدا. إيه في فرق بين حاجه اسمها اعراض نفسيه اضطرابات نفسيه ومرض نفسي. دي ثلاث مراحل. اي حد فينا مثلا تعرض لازمه زي وفاه او ساب شغله طرد ازمه نفسيه موقف مؤقت يعني تمام ايه رد الفعل الطبيعي؟ انه بيزعل، بيحصل له انسحاب من المجتمع، بيبقى ليه رد فعل صح كده. فبيقعد مثلا 3 شهور، دي الفتره اللي بنقول عليها ده رد فعل طبيعي لاي انسان بيتعرض لأزمة. بيحصل فيها أعراض نفسية وممكن معها أعراض سيكوماترية اللي هي النفس الجسدية. معناها إن أنا معدتي بتقلب، ضربات قلب سريعة. عارفة الناس تجري على الدكتور على طول مستشفى، أصل أنا مش عارفة أخد نفسي، حاسس إن قلبي بيدق بسرعة. حاجات دي كلها لمدة 3 شهور ده رد فعل طبيعي إن حضرتك إنسان تعرضت لأزمة نفسية، لازم يكون ليك رد فعل صح كده. فيجي يقولك إيه، أنا عيان، أنا مريض نفسي، أنا حاسس إن أنا قلبي هيقف. تيجي تتكلمي معايا يقولك أصل أنا لسه مطلق، اصل انا لسه جوزي مكتشفه ان جوزي خاني. انا عارفه طب ما حضرتك لازم عليك رد فعل لانك انسانه. عدينا بقى 3 شهور الحمد لله الاعراض بتقل، هنا احنا تمام. الاعراض بتزيد لمده 6 شهور، الاعراض بتزيد، الانسحاب من المجتمع بيزيد، مشاكلي بتزيد، يبقى انا كده في مرحله الاضطراب. مفيش حد مريض مره واحده، لازم يعدي بالمراحل. فالفرق ما بين الانسان الطبيعي انه بيمر باعراض اكتئابيه غير خالص ما دكتور ما حد بيمر بمرض اكتئاب. فاهم الفرق؟ يعني مده واعراض. يعني العرض انه لما يحصل موقف مفاجئ او موقف يعني حصل لسه حاصل دلوقتي، فانا لازم توابع بتاعته، يبقى لي توابع او رد فعل. فمقبوله لحد 3 شهور، نستنى راحت بقى ولا ما راحتش. لو ما راحتش هنا المشكله، هنا نبدا نقول ان هي في تدخل، في حاجه هتحصل. لازم الجا بقى لطبيب او اسال او استشير. لازم زمله الاعراض، هي مجموعه الاعراض بس اسمها العلمي زمله الاعراض، تزيد اعراضك بتزيد، مشاكلك بتزيد، زائد كمان ان المده بتزيد، نبدا نقول هنا ان في مشكله. لكن انت اضطرت من شغلك، ازمه زي ازمه الثانويه العامه، اذا حزنت وزعلت وعيطت وصوتت واكتئبت وقعدت في البيت 3 شهور، احنا كده زي الفل. بس مش معناه برضو ان احنا نسيب الشخص قاعد في البيت ونقفل على الاوضه وهو هيولع 3 شهور يبقى كويس. الكلام ده مش مظبوط طبعا. احنا لازم نساعده ونقدم السبورت ونتكلم معاه ان كل حاجه بتعدي، فاهمه؟ لكن المرض النفسي قصه تانية خالص، اكبر بكتير. المجتمع المصري متخيل ان احنا مصر كلهم مرضى اكتئاب صح كده. احنا عندنا 1.2 يعني 1.2 كده مرضى نفسيين فقط لا غير، لان الاكتئاب اكبر بكتير من مفهوم المجتمع عنه. فاهمه قصدي؟ حاسه ان انت تعمقت يعني في الكلام معايا. بحاول اركز معاكي طبعا عشان احاول اخد الخلاصه، انه معظمنا لما بيتضايق او يخش في نفق مظلم كده يوم او يوم يقول لك انا مكتئب. يعني هي كلمه درجه على لسانك. برافو عليك. اللي هو النهارده انا مش تمام، مزاجي مش تمام، مودي مش تمام، او سمعت خبر وحش او اي مكان، او مش قادر اقوم من مكاني، انا ما خرجتهاش، او كان جاي لي فلوس وما جاتش، اي حاجه، او سفريه ما سافرت، يعني اي شيء عكنن عليا العكننه. فاقول انا مكتئب بقى، اقعد بقيت اليوم اقول لا انا مش خارج انا مكتئب، او انا افضل كده. لو احنا فاهمين ان ده كلمه عارضه او دي كلمه درجه اوكي، لكن انا اتعامل مع نفسي او اتعامل مع الشخص اللي عنده الاعراض دي انه مريض اكتئاب، دي قصه ثانيه. لا يا حاج، هو مش مريض اكتئاب، هو عنده اعراض اكتئابيه وقصه مختلفه والعلاج مختلف والتشخيص كله مختلف. طب ماشي، احنا كاشخاص عاديين، انا في الاسره مثلا اخويا اختي جوزي بنتي ايا مكان، وانا داخل البيت، امتى اقول ده مكتئب عنده اكتئاب، وامتى اقول دي اعراض اكتئابيه؟ تمام، لما يبقى رد فعل لحدث ما، يعني انا زي ما قلنا ناخد بس الترند دلوقتي الثانويه العامه، انا ابني مكتئب نتيجه الثانويه العامه، انه ما حققش اللي هو كان نفسه يحصل في المجموعه الفلانيه، تمام كده؟ فرد الفعل ان هو مكتئب، ما بيهزرش زي الاول، قاعد في البيت مش عايز ياكل، ما بيكلمش مع حد، رد فعل طبيعي، ده اعراض اكتئابيه. لكن بعد سنه هو زي ما هو بل أسوأ، احنا هنا بنتكلم في اضطراب ومرض. سنه كده ما يبقاش كتير شويه، هو المفروض 6 شهور نبدا نقول هنا في مشكله في كبيره، مشكلة. في ريد فلاج حصلت. لكن في رد فعل الازمه ده عادي، ده عادي، بس ما يعني ما نسكتش،
نقعد نتكلم ونحاول ونسحب من الأوضة ونتكلم معاه ونحاول نقدم المساعدة. خلينا تاخدها بنفصصها من البدايات ثم نوصل للحلول. أوكي. يعني دايما في الطب العادي يقولك الوقاية خير من العلاج. يعني أنا علشان أحمي ابني بنتي أي حد يهمني أو أحمي نفسي حتى من إن أنا يجيلي اكتئاب، في حاجة في الطب النفسي بتقول إن أنا ممكن أحمي نفسي من المرض النفسي؟ من المرض النفسي. آه طبعا. إزاي؟ التأهيل، انه انا عارفة ان ابني في سنة العامة متعرض لضغط نفسي جد جدا، فانا بأهله من قبليها انه ايا من كان انت هتجيب درجة ايه، مش ده اللي بيحدد هويتك، مش ده اللي بيحدد انت هتبقى ايه في المستقبل، لانه مش درجاتك هي انت، انت بتعمل سلوك او بتقدم مجهود علشان تحصل على شهادة ما، بس ده مش انت كإنسان. فبنأهله انه مهما حصل انت ما تغيرتش، انا بحبك زي ما انت. عارفه الحب الغير مشروط، ودايما الام حضرتك ام او اي ام واب بيقدموه غير مشروط، انا بحبك حتى لو عملت ايه. الحب الغير مشروط ده هو اقوى سلاح ممكن تحمي بيه ولادك من الغلط، تحميهم من الضعف، لان انت بتعملي حاجه اسمها الصلابه النفسيه، الجدار اللي عايشين بيه، مهما جالهم من خبطات هم عارفين ان هم كويسين بيصلحوا الغلط. التاهيل لاي مشكله جايه، فكره ان حد بيشتغل في شغل عارف انه ممكن من يوم وليله، وكلنا عارفين ده، ان ممكن ما كملش في الشغل. ايه التاهيل اللي انت عملتيه؟ انه يبقى عندي بلان، باك اب بلان، ان انا عارف ان انا لو قدر لو حصل ظرف في الشغل ده انا هدور على شغل تاني. هقع، هزعل، بس انا عارف ان انا عندي بديل، البدائل بتريح. بس ارجع بس النقطة ان انا بقول لابني في فترة الامتحانات او المذاكرة ان بحبك بغض النظر وبغض النظر على المجموع والكلام ده، ممكن بعض الطلبة والطالبات ما يجتهدوش بقى وما يذاكروش، ومش فارق معهم، مش خايف من ان اهله يعاتبوه، ومش خايف او مش حاسس باهمية انه لازم يجيب مجموع عالي، او لا يعني في الاهالي او اهالينا او اهالي ناس بنشوفها كتير، لا انت لازم تجيب مجموع عالي، انت لازم تخشي كلية قمة، انت لازم تبقي كذا او كذا، وما ينفع وما فيش، لا ما فيش، يعني ما دايما بيضغط على ان احنا نذاكر اكتر ونجيب مجموعه، بتجيب نتيجه، الضغط بيجيب نتيجه، ما اعرفش، ممكن تبقى بتصادف او ما بتصادفش، وممكن مع بعض الناس. فانا قصدي حته ان انا اقول لابني مش مشكله ومش فارق، احنا ما قلناش انه مش مشكله، احنا قلنا انا بحبك زي ما انت بحبك، انت تعمل اللي عليك. أوكي. انت هتجتهد، انا كأم انا كأب هقدم لك كل اللي اقدر عليه، وانت كابن عندك مسؤوليه، ما انت بتحمليه مسؤوليه، لانه السن ده هو طفل في هيئه راجل، بالمناسبه طفله يعني انسه، يعني طفله في هيئه انسه وطفل في هيئه راجل، لكن هم اطفال، فانت بتعلميه المسؤوليه، بتعلميه ان دي مسؤوليتك، وتساعديه انه ينظم وقته، بتساعديه على اختيار المدرسين اللي هيساعدوه، بتساعديه على طريقه اكله، انت بتساعد، لكن هو متحمل المسؤوليه. ما انت مش تقول انا بحبك زي ما انت وتقفل الباب وتمشي، اكيد ما بنعملش كده، اكيد بندي الرعايه، بندي الاهتمام، بندي السبورت اللي محتاجه، صح؟ ساعتها هتلاقي ان في نتيجه هتجيلك. طيب اصدقائنا طلبه وطالبات الثانويه العامه، بتمنى ان انتوا تكونوا في احسن حال واحسن حاله نفسيه وصحيه وكل حاجه، لكن لو بعد الشر، وكلامي موجه كمان للطلبه والاهالي، لو بعد الشر حد من اولادكم عنده مشكله بسبب نتيجه الثانويه العامه، احنا بنتكلم ليه على الثانويه العامه يعني علشان هو ده الحدث اللي حاصل دلوقتي، حد عنده مشكله بسبب النتيجه، فيا ريت تشاركوا معنا وتبعتوا لنا، ممكن يكون معظم محور حديثنا في الحلقه عن الموضوع دوت. وانت كطالب برضه لو عندك مشكله، لو متضايق، لو مخنوق، لو زعلان، لو ندمان، لو اي حاجه، ابعت لنا وشارك معنا على 0155955106. نقول بقى سؤال المسابقه، السؤال اللعبه، احنا عندنا لعبه كده صغيره هنلعبها معاكوا دكتوره، حابه تقول لنا ايه اللعبه؟ سريعه عشان لازم نجري حالا. طيب بصي، هي لعبه سريعه جدا، هي مش بتشخص 100% برضه عشان الناس ما تقولش كده، حللتني وجابت كل حاجة. لو انت حابب تبقى طائر او حيوان تعيش حياته، هتختار ايه؟ تعيش الحياة الكاملة بتاعت الشيء اللي لو انت عندك القدرة او الاختيار دلوقتي ان انت تبقى حيوان او طائر، هتختار تبقى ايه؟ ابعت اختيارك على الواتساب علشان نحدد شخصيتك من الاختيار، هتبعته على 0155955106. سمع حياتك صح مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنكمل حياتك صح على نجوم افام ونجوم افام تي في. معانا النهارده ضيفتنا الاستاذه الدكتوره رحاب الفقي، استشاري الصحه النفسيه. موضوعنا النهارده هام جدا جدا. عن ايه يا ترى؟ عن الصحه النفسيه. عن الصحه النفسيه لاي حد بيسمعنا بيواجه اي مشكله نفسيا، يا ريت تشارك معانا وتبعت لنا على الواتساب على 0155955106. وبنلعب لعبه لطيفه جدا، ابعتوا عشان حالا هنقول، يعني طول ما احنا بنتكلم هنقول تفسيرات اللعبه دي. بنسال سؤال، لو تحب تكون حيوان او طائر،
يعني هتختار انهي حيوان او طائر، يعني تختار حيوان او طائر وانهي واحد بالتحديد لو هتعيش عيشته كامله، هتتبدل انت كشخص وهتعيش عيشه هذا الحيوان كامله او هتعيش عيشه هذا الطائر كامله، تختار مين؟ شارك معانا وابعت لنا عشان نحدد ونحل شخصيتك من خلال اختيارك. في سؤال يا دكتوره بيقول عندي مشكله الا وهي ازاي اقدر اتعامل مع شخصيه دايما قاسيه في كلامها، انا قررت ابعد عنها عشان ما قدرتش اتعامل معاها، والمشكله انها بترجع تتضايق مني وتقول انت قطعتي صله الرحم، وانا ما بحبش اكون موجوده في مكان ابقى دايما تحت ستريس وكاني في حقل الغام، لو اتكلمت الكلمه تتفهم خطا، صعب قوي انك تكون وسط ناس بتتصيد اخطائك، هل البعد عن الاشخاص دي هو الحل على الرغم من اننا لما نبعد عنهم بيتضايقوا وهم صله رحم؟ حلو قوي. يعني هي احنا بنتكلم على شخص ولا ناس؟ بنتكلم على شخص. هي ابتدت القصه شخص قاسي، شخصيه قاسيه، ليتس سي مثلا نقول ان ده الخال عم ايا يعني كان الريليتيف، ممكن يبقى الاب والام كمان. بنقول البراكتيكال بقى الحاجه العمليه قوي. اول حاجه ما تروحش لوحدك، يعني لما تبقي رايحه تزوري الفلان الفلانيه ما تروحيش لوحدك، لازم يبقى معاكي حد يشيل معاكي الضغط، فده بيهون شويه. تاني حاجه شدي بلاستر، يعني ما تتكلميش، يعني ما تشديش وما تفتحيش مجال للكلام، خلي الكلام في حدود. قللي الزيارات بدل ما هي صله رحم، فللي في صله الرحم المطالب ايه؟ الالف مبروك، بقاء لله، كرسون طيبين، عارفه الحاجات اللي هي بنسال في المرض، بنسال في الحاجه الحلوه، بنبارك في الحاجه الحلوه. مفيش مجال تاني ان احنا نحكي او نقول حوارات لبعض او اعرف اخبارها وتعرف اخباري. ما اديش فرصه لطبيعه الشخص اللي قدامي انه يتحكم او يضايقني. ودي من الحاجات اللطيفه قوي. في حاجه كمان مهمه، انت بتعامل الشخص ده، كنا لسه بنتكلم انا وانتي، بتعامل الشخص ده على اساس ايه؟ هل هي بتعامله عشان عايز ترضيه؟ فالتوقع في حد ذاته ده هيوقعك في فخ. ما تشغلش بالك بالشخص السادي ده او القاسي ده، ما تشغلش بالك هو هيبسط من زيارتك او هيفرح او هيقول لك ايه، اشغل بالك انت بتعمل الزياره دي ليه. لو عشان خاطر ربنا يبقى ركز في ده بس، ما تديش مجال للكلام، ما تروحش لوحدك، خلي الزيارات في اقل الحدود. طب احساس ان الشخص دايما متهم ومظلوم وبيترمي عليه بلاءات او افتراءات ما عملهاش، ده ضعف شخصيه. ضعف شخصيه من اللي قدامي ولا مني؟ مني، من المستقبل، من شخصيتي انا. انا لما بصي، ما هو كلنا عندنا ضغوط نفسيه، كلنا بنقابل ناس مش سوية، كلنا عندنا مشاكل، صح كده؟ انا بدل ما اقول الحمد لله انا عندي مشكله هواجهها واتعامل، ولا انا بدل ما ادور على حل اقول لا اصل انا ضحيه، انا مكسور، انا كل الناس ضدي، انا المجتمع كله ضدي، ده ضعف شخصيه، ضعف سبورت سيستم، ما عنديش حد بيعمل لي السيستم، ما حدش بيساعدني، ما حدش بيقول لي اعمل ايه. فبدل ما ندور ونضيع وقت في ان انا ضعيف وان انا بعلق شماعه، لا انا ادور على الحل، ادور على اللي يساعدني. اوكي. اجابات اللعبه، انا عايزه ابقى صقر حر. واو. انا هقول كل واحد ولا اقول كذا الاجابات كلها ولا ممكن زي ما انت حابه؟ انا ممكن اكتب وراكي. ممكن صقر حر مثلا شخص هو مش كاتب اسمه، اخر رقم 157. ماشي. عايز يبقى صقر، خلي بالك هو ما قالش صقر بس، هو قال صقر حر. فهو بيسعى للقوه شخصيات. طب انا كده لو احنا قلنا الاجابات الناس مش هتختار الحاجات دي تاني؟ طبعا. تفتكري؟ طبعا. طب ايه، ناجل الاجابات في الاخر؟ نقولهم في الاخر. طب يعني نكتب صقر حر دلوقتي. عايزه بقى مسجلين عندك؟ بس ساعات بقى المسج بتطير في بعضها. صقر حر. عايزه ابقى طائر وافرد جناحي في السماء واطير، بس عارف حظي وحش، هيطلع لي صياد رخم هينشني وعاقبني. خياله واسع قوي. صلحني. اوكي. عايزه ابقى ردي عليا ضروري مين؟ طيب الاجابه عايزه اكون عروسه بحر او طائر العنقاء الاسطوري. واو. امنيه. عروسه البحر او طائر العنقاء. ماشي. امنيه. رامي باعت، احب ان اكون ده، وباعت صوره الصقر يعني. اوكي. يعني واضح ان الصقر معانا النهارده هياكل عيش جامد. من الطيور البومه، لان ما حدش بيحس بيها بسهوله، بنتي في سن المراهقه وبتقول كده. دي طفلة. لا، هي اختارت البومة لان ما حدش بيحس بيها بسهولة، بنتها قالت لها كده. المعلومة جابتها من بنتها تقريبا. اوكي. ما هي بنت قالت بومة ده حاجة، ولو الماما هي اللي قالت البومة ده حاجة. الجملة بتقول من الطيور البومة لان ما حدش بيحس بيها بسهولة، بنتي في سن المراهقة بتقول كده. اوكي. بص احنا هي هنحللها الاثنين. هي كأم اختارت البومه. ماشي. هنقولها كأم وهقولها كطفله. ماشي. عشان ندي التحليل. طب هي بعت سؤال، بتقول سؤال عن الحاله المزاجيه لسن المراهقه، ليه كل يوم وضع شكل رغم ما فيش تغيير في الظروف والدنيا الحمد لله عادي،
هل في روتين يومي لتفادي التقلبات المستمرة دي وهتقل امتى؟ تمام. المراهقة ده عنق زجاجة خطير ومهم، وقلنا زي ما احنا كنا بنتكلم انه طفل في هيئة راجل، طفلة في هيئة أنسة، ففي خناقة ما بين الطفل اللي جوه والراجل اللي عايز يكبر، صح كده؟ فانا شوية عايز ابقى راجل مسؤول ومحدش يقولي رايح فين وجاي منين، انا مسؤول عن قراراتي، وشوية انا عايز ماما تجيب لي السندوتش وكوبايه الشاي باللبن وتديني مصروفي، وتديني مصروفي طبعا، انا عايزه توصلني وتجيبني مامي. لا البنت الانسه، لا مامي ما تدخليش في لبسي شويه، لا ماما ايه رايك في ده، ما هو ده جنان، ما هو انتوا كده هتجننوا. بس ده الصراع ما بين الطفل والراجل، ما بين الانثى والطفله، لازم نستحمل ده، ومش هيخلص غير 21 سنه بالمناسبه، عشان بس كل الامهات تبقى مستعده. يا 21 سنه مرحله النضج، اللي عندها حاجه و40 سنه ولسه عندها لسه لا. لا ده بقى دي كيس ثانيه انا بنتكلم فيها. بس دول ما عندهمش مراهقه متاخره، دول عندهم نقص او احتياج ان هو سن كبير. فقد فقد الاهتمام من اللي حواليه، زي الجواز الثاني. الراجل مش عايزين نفتح مواضيع جانبيه خطيره، بس هقول لك مثال. الزواج الثاني الراجل ساعتها بيبقى عايز يدور في عين الست ان هي محتاجة له، لان الزوجة الاولى بدأت تبعد، بدأت تحس انه حاجة موجودة، عارفة الاحساس ده، فبيدور على الاحتياج. الله، احنا هنكمل الحلقة على الزوجة الاولى والزوجة التانية، انا عجبني الموضوع، عجبني الموضوع. عندنا مستقبل. انت بقى على جنب كل اللي احنا قلناه من اول حلقة ده، انسوا يا جماعة، يلا كمليني بقى معنا في موضوع الزوجة ده عشان ايه ما بيخلص. طيب لو حبقى طير هختار الهدهد. مصطفى سعيد. طيب خلينا برضو نكمل موضوع التقلبات المزاجية عند الأولاد والروتين. لأن أنت حضرتك لازم تتقبلي الساعة الأولى هيبقى راجل، أول ما هيصحى من النوم هيحس أنه الأيدنتيتي بتاعته ظهرت، وشوية هتلاقيه بقى طفل. عندك تقلبات مزاجية، عندك تردد، عندك اندفاعية، عندك عصبية غير مبررة. فأنت عندك، أنت بتشاوري؟ طيب مشاور بس حد أعرف. أوكي. فأنت هتتعاملي مع كل ده بصدر رحب. مش هتقدري، اوعي تقولي لابنك انت مجنون، انت كل شويه بحال، انت بتكسري مش بتبني، لان دي طبيعته لازم تبقي فاهماها كويس قوي. اوكي. ولما يبقى حد عنده مشكله ما اقعدش اقول انت، ما اقعدش اقول له على المشكله، انت عندك كذا، انت عندك كذا، اقعد اقول ولا ما اقولش؟ لا طبعا ما تقوليش، لان انت فاهمه ان هو ده التقلبات الخناقه اللي جواهم. دي خناقه. ما ينفعش بقى تسيحي في العيله وتروحي تقولي انا ابني كل شويه بحال، ده بيكسر طبعا. عندهم الايجو او الانا او حته صورته الذاتيه دي مهمه جدا، لو الام والاب كسروها هيلاقي شخص عنيف في نفس الوقت، الاثنين مع بعض مش هيسمع كلام، وهتلاقي رد فعل عصبي جدا منه لو انت كسرت الصوره بتاعته عند الناس اللي حواليه. طب الكبار، لو حد عنده مشكله في ناس كبار مش مراهق، اقول له ولا ما اقولش برضه؟ لا طبعا تقولي، بس اقول له انت فاشل مثلا، اقول له انت معقد نفسيا، اقول له انت ضعيف الشخصيه، اقول الكلام ده. حد بيتقبل النقد صح كده؟ اقول الكلام ده صعب قوي يتقال. حد بيتقبل النقد، بس الطريقه اللي بيتقال بيها مختلفه. انا زي عارفه انت لما تخش مكان وتحس ان في حد محتاج ان هو يحط برفيوم، فانت مش عارفه تقوليها له ازاي، فتشتري له برفيوم في عيد ميلاده. عارفه هي مسج هيدن اندايركت، حاجه كده اندايركت. انا شايفه ان انت الفتره اللي فاتت يعني حاسه ان انت مضغوطه في الشغل ومحتاجه انك تاخدي ريست في حياتك، انت عايزه تقولي انك عصبيه في وشها. عايزه ابقى غراب اطير براحتي وارحم وارخم على البشر. انا حاسه ان كله بقى طيور ومحدش رخم، مفيش حيوانات، محدش اختار ولا خلاص مش عارف اعمل لك ايه. يعني حيوانات يا جماعه، غريبه قوي يا جماعه والله. يعني الحيوانات بصراحه انا متفاجئه بالاجابات، كلها طيور، كلها طيور صح، حيوانات خالص. عايزه اكون غراب ارخم على الناس، محدش رخم عليا. طيب عايزه اكون ارخم على الناس او محدش رخم عليا، والمسج اللي بعديها عايزه اكون غراب برضو. داليا، ده في منافسه بين السقر والغراب. داليا عشان الماس، على ما اعتقد الناس بقى بتتشائم منه، هو ملوش يد، ربنا هو اللي امره، ده حد بقى حنين. يعني عايز تبقى غراب عشان هو ملوش حد والناس بتتشائم منه. واو. اوكي اوكي. ودي داليا. اوكي. طيب استني، عايزين نكتب ده عشان دي ليها تحليل مهم قوي. علشان الناس مش عشان هو ملوش حد، ملوش حد. اوكي. والناس بتتضايق منه وربنا هو اللي امره. حلو. اوكي. لو طائر عايزه ابقى نورس، نورس كتب. لو حابقى طير هختار الهدهد. بس كله طيور، مفيش حيوانات خالص، ده معناه ايه بقى مش عارفه. بس طيب ممكن يكون زي ما انت قلتي مش فاهمين. احب اكون نحله او فراشه عشان تلقيح النباتات ومهمه كتير للبيئه. دي دكتوره ولا ايه؟ نحله ولا فراشه؟ ماشي. الفونكس، في حد عايز يبقى فونكس؟ اوكي. حصان. فاهمه اخيرا. اوكي حصان عشان اوكي كاتبين ليه؟
لا هي كلمة واحدة حصان، لا في اسم ولا في موضوع ولا في أي حاجة. أحب أكون طائر، معرفش هيكون طائر إيه، بس هيكون طائر عشان أطير وأرفرف في السماء برضو. مع إيمان بحر درويش أكيد. عايزة أبقى صقر حر يعني، دي معظم الإجابات لحد. عايزة أكون غزالة، في الحمد لله حد جاب لنا غزالة معانا وإحنا اوكي جايين. طيب إحنا فاصل يا ميدو ولا إيه؟ وممكن بعد الفاصل الساعة كام معيش موبايل، نرجع ممكن نقول الإجابات، فتابعونا لسه، بعتوا بسرعة 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 تلحقوا في ال3 دقايق دول. طائر ولا حيوان؟ انه طائر او اي حيوان تختار لو عايز تعيش عيشته، وشارك معانا وابعتوا لنا على 0155955106. انتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب احنا ده في اللينك الاخير من حلقتنا النهارده، وكنا بنلعب لعبه مع بعض كده، لو كنت تحب تبقى حيوان او طائر تعيش عيشته كامله تبقى انهي فيهم. حظ الحيوانات يا عيني تعيس جدا معانا، مفيش غير 2 حيوان هما اللي ذكروا والباقي كله طيور. فاحنا هنقول دلوقتي يعني ماذا تعني هذه الرموز، فاسمعونا عشان تعرفوا ماذا تعني شخصياتكم اللي اخترتوا، كل واحد اختار حاجه معينه فده بيدل على حاجه في شخصيته. وبرده اي حد بيعاني من اي ضغط نفسي حاليا، الضغط النفسي اسبابه الافات وملايين، تابعونا عشان هنقول لكم نصيحه عامه ان شاء الله ازاي ان احنا نتحلل من هذا الضغط النفسي. ولسه ضيفتنا دكتور رحاب الفقي استشاري الصحه النفسيه. قول لنا بقى اخبار الطيور ايه؟ الطيور. طب هقول لك ليه الناس اختارت الطيور اكتر. ليه؟ انت عارفه عشان حاسه كنت حاسه بالموضوع دوت ان هيختاروا الطيور اكتر. لانه أوكي. الناس كتير قوي او الماجوريتي يعني حاسين بكيوت، حاسس ان هو يعني ايه العيله مسيطره عليه، ان مراته مسيطره عليه، عارفه اللي بابا مسيطر عليا فعايز اطير. انا عايز الناس احساس الحريه مفهومه عند الناس مش صح، مفهومه ان انا لو سبت البيت يبقى انا كده حر، انا لو طلقت ابقى حر، الكلام ده مش حقيقي، الحريه مفهوم تاني خالص. فكل اختار معظم الناس اختارت الطيور عشان الضغط والقيود اللي هم حاسين بيها. اوكي بس احنا عندنا الحمد لله يعني شويه حيوانات لطيفه. عايز تبداي بالطيور ولا بالحيوانات اللي رايحك؟ اي حاجه. لا قولي نبتدي بالترتيب. ايوه بالترتيب. اوكي احنا عندنا اول حاجه طائر الحمام، صح كده؟ اوكي ده دي شخصيه تقريبا بنوته اللي بعت الاجابه، مش كتير قوي ما بيذكروش بقى اساميهم يعني لسه. خلاص هي انك تقول انها بنوته غالبا هتبقى بنوته. يعني الحمام ده يعني طائر رقي. لا انا اعتقد انه كان عبد الرحمن من مكه. خلينا نقول ماشي حلو يعني عبد الرحمن. مش حاجه حلو، مش حاجه وحشه. الحمام بيرمز لايه؟ عايز مش السلام، بيرمز للهدوء الجمال. يعني هو شخص بيحب الجمال، بيحب الهدوء، بيحب انه يبقى في متناول الناس، ما يبقاش بعيد، على عكس الصقر. الصقر مش عايز حد يلمسه، دي قصه تانية خالص. لكن الحمام حاجه الناس كلها عارفاها، مش شخص عايز التميز، هو عايز يبقى شخص عادي بس حلو وهادي والناس كلها بتحبه، فهو بيسعى للحب. اوكي عندنا تاني حاجه الصقر. ده وهنا بقى كتير قوي مختارين الصقر، وخلي بالك في اول حد اختار الصقر قال صقر حر. لانه احنا عندنا دلوقتي بعض الاشخاص بتربي الصقر في البيت. صقر حر يعني عايز يبقى هو كنترول على كل حاجه، ما ينفعش حاجه تعدي من تحت ايده، ما ينفعش المساس بيه، وده عايز يبقى ليدر، عايز يبقى هو القائد. وده شخص صعب تتعامل معاه، حد جدا يعني في زعله هيبقى وحش. انت مستمتعه صح؟ انت رباتي جدا. برج الاسد، احنا في برج الاسد دلوقتي اللي بحب يبقى قائد ده. لا بس في حيوانات تانية برضه بقى. الابراج دي موضوع تاني، هذا موضوع كبير. هو هنا راسم او رابط الصقر بالحريه، ما ينفعش يبقى صقر يعني هو ما ينفعش يشتغل تحت ايد حد، لازم يبقى عنده شغل خاص او يشتغل حر. وده شخص صعب التعامل معاه. ما حدش ينفع يعمله كنترول ولا رايح فين ولا جاي، ولا ينفع تكدبي عليه ولا ينفع تعملي حاجه من وراه، لانه عينيه انت الصقر المشهور انه يعني عنده نظر ثاقب 1000 مره اعلى من نظر البني ادمين، فهيجيبك، فانت مش هينفع تلعبي معاه. فهو ده صفات الصقر. عندنا عايز اخد جناحات، افرد جناحاتي وهيجي صياد رخم يجي. ده شخص عسل اولا، هو دمه خفيف، ووصف حالته النفسيه في جمله فكاهيه. هو حاسس انه مهما عمل في حياته وحاسس انه هو خد حريته هيجي حد برضه ياخد حقه، فهو حاسس بالظلم في حياته. حاسس انه دايما مش واخد حقه 100% سواء في شغله او في دراسته او في بيته، فهو لازم يشيل الاحساس ده من جواه، لان انت ما بتاخدش غير اللي انت تقدر تعمله. الناس فاهمه ان في حد هيجي يعمل لك، الكلام ده مش صح. انت لازم تعمل نفسك، انت اللي بتعمل نفسك قيمه، انت اللي بتعمل لنفسك حياه، انت اللي بتعمل سعادتك بنفسك، محدش هيجي يساعدك، انت اللي بتعمل لنفسك حياتك، انت المسؤول عن حياتك مش حد تاني. امال الناس لازمتهم ايه في حياتنا؟ سبورت
يدعموكي. طبعا بس مستنيه هو حاجه، خلي بالك الشخص ما بيكمل، ما بيكملكيش، الشخص بيتعاون معك مش بيكملك. انت مش ناقصك حاجه، انت كامله مكمله، لكن انت مجهودك اللي بتعمليه عشان ترسمي حياتك ده بتاعك مش بتاع حد. في ناس بتدخل ترسم ضحكه بسمه تعوضك، السبورت سيستم اللي بنقول عليه اللي هو بيخليكي تطلعي، انت كده كده هتطلعي من الازمه النفسيه، بس هتطلعيها في يوم بالسبورت اللي معاكي، ولا هتطلعيها في شهر عشان انت لوحدك، ده تفرق، بس هتطلعي هتطلعي. نكمل. في عسل واحده بقى جميله عجبتني قوي، يعني مميزه، عروسه البحر او طائر العنقاء. يعني بصي العمق يعني، بس دي خياليه جدا. الف ليله وليله. طائر العنقاء ده احنا يعني من سيرش انا وانتي وفهمنا ان ده طائر اصلا خيالي موجود في افلام هاري بوتر والحاجات الجميله، بس هو هي بتدور على حاجه انها عايزه تساعد الناس، لان هو عنده ميزه انه بيعمل دموعه لما بيعيط دموعه بتشفي الجروح، فهي عايزه تساعد الناس. مش هو ده العنقاء اللي عملنا عنه سيرش؟ هو الفونكس. فهي شخص خيالي جدا، عايزه تبقى حلوه يعني، دايما تقول عروسه البحور، فهي عايزه تبقى ملكه، عايزه تبقى حلوه، عايزه يبقى عندها ده كلنا بقى. ده كلنا ده اكيد. انت عارفه احنا صغيرين ايه؟ طيب عايزه تبقى ايه؟ انا حصان، وهحلله حالا اوكي. بعد العروسة البحر دي بنوتة جميلة، بس هي عايزة تنزل أرض الواقع شوية، عشان دي في كل صدمات هتقع بسرعة وهتجرح بسرعة، فلازم تجمد شوية. إذا الحصان بيقع بسرعة أمال عروسة البحر هيجرح؟ الحصان ما بيقعش بسرعة، أنت فاهمة؟ لأن قصدي أي إذا الإنسان الجامد ده اللي أنا بحاول أقوله بيقع برضه، فالله يكون في عون عروسة البحور. كده تخلينا نحلل الحصان. الحصان بيقع جواه مش بره. الحصان ميزته القوة، الهيبة، الكاريزما، الجمال، الاصل، وحساس جدا وجدع جدا واصيل عشان كده. فلكن هو لما بيقع تعقيبا على كلامك بيقع من جواه، بس حد بيعرف انه وقع يبقى حزين من جواه. اللي صاحبه قوي او اللي بيعرفه قوي هو اللي بيعرف انه زعلان او حزين او مكسور، لكن شكله ما بيتغيرش، الحصان ما بيتغير صح. انت مهما كنت موجوعه مكسوره او جواكي حزن، اللي يعرفك هيحس بيكي، هيحس، لكن اللي حواليك عمره ما هيعرف الفرق. مش اللي يعرفني، اللي بيحبني هيحس بيا، لكن اللي بيحبنيش مش هيحس بيا. ايوه. لكن الناس عموما هتشوفك بره من بره اسد، سوري حصان. حصان جميله، اصيله، ركزه، قويه، كاريزما. صح صح، ده الحصان. اوكي، فاضل حاجه؟ لا البومه، معلش عشان لازم اعلق. احنا جالنا مسج حضرتك لما قريتيها، كانت البومه وقالت ان بنتي اللي قالت لي كده، اللي هو التحليل ان هو ايه، ما حدش بيحس بيها. لو الام هي اللي اختارت البومه، فالام حاسه انها منبوذه او مركونه او مش حاسه الاهتمام الكامل، والامهات كتير بتحس الاحساس ده عشان هي بتعمل كل حاجه ومحدش بيقول لها شابو، ما بحدش بيقول لها برافو. فا اوكي، لكن لو البنت هي اللي قالت كده، البنت دي حاسه بظلم، حاسه بقهر، حاسه ان هي مش واخده حقها، والبنت دي عندها اعراض اكتئابيه لو البنت ان هي قالت لها مراهقه. فلو اخترت البومه هنا ماما لازم تاخد بالها. اوكي. الهدهد نفس الفكره، بس الهدهد في ميزه شويه انه مميز، نادر شويه، مش اي حد بيشوف الهدهد زي الحمام مثلا او الصقر، برضو الناس بتعرف تشوفه اكتر في، لكن الهدهد مميز شويه، بتلاقيه في الاماكن اللي فيها زرع قوي، فيها ميه قوي. وعنده ميزه الصيد اللي هي منقار دي جميله، فالهدهد ده شخص جميل وهادي وعايز يبقى مميز. عندنا ايه تاني؟ غراب. ارخم بيه، ابقى غراب عشان ارخم على الناس. فاكره الشاب ده؟ هو حد بيحب التنمر، يعني هو دمه خفيف بس بيحب التنمر. فلا، انت مش محتاج تعمل ده، محتاج تبقى احسن من كده شويه، محتاج ان انت ما ترخمش على الناس. مش يعني معنى الناس بترخم عليك انت ترخم على الناس. اقول شخص مؤذي يعني، يعني اللي بيحب التنمر ده مش خف دمه، مش تبقى اذى يعني. الشخص اللي بيأذي ما يبقاش خفيف دمه كده بجد والله. يعني في ناس بتخف تبقى مثلا ما عندهاش اللباقه في الهزار فيأذيكي وهو مش قاصد، لكن هو بيقولها بهزار فهنمشيها له ان هو ايه بيهزر. اوكي. عندنا نحله وفراشه، يعني النحله قالت لك عشان نفس الشخص اختار نحله او فراشه، قالت لك عشان هي شايفه حد عملي قوي، حد بيحب التفاصيل، حد بيحل بيتكلميه بعقله مش بتكلموش بالمشاعر. اوكي. رغم انها اختارت الفراشه، بس الفراشه بترمز للضعف والجمال في نفس الوقت. عندنا الغزال. صح صح. الغزال ده كائن جميل قوي ونادر، وده بيرمز الشخصية عايزة يا حلوة وعايزة تبقى حلوة وعايزة الناس تقول عليها انها حلوة. مش هينفع تشوفيها وما تقوليش انها حلوة، ده هيأثر فيها جدا. في بقى عالم تاني من البحر والمحيطات، في حد اختار دولفين وحد اختار سمكة، مش يعني تشمل شبه بعض قوي. فكرة الحرية، فكرة ان انا بحب المية، او اللي بحب المية بيحب العلاقات، اي حد بيحب المية
بيحب العلاقات الاجتماعيه وبيحب العاطفه، فما ينفعش يبقى شخص بيحب الميه قوي ويبقى شخص متوحد او في توحد النفسي مش التوحد المرضي، انه يبقى بعيد عن الناس. لا، لازم يبقى حواليه ناس كتير. دكتورة، للأسف وقتنا بيجري، بس مش هينفع نمشي من غير ما نقول نصيحة لأي حد بيمر بأي ضغط نفسي دلوقتي لأي أيا كان السبب. وكمان لو أصدقائنا طلبة وطلبات الثانوية العامة النتيجة لا قدر الله مش مرضية بالنسبة لي، عملي كلام عملي، هقول واحدين ثلاثة، عيط، اتكلم، قول اللي جواك، دور على أي حد تطلع كل الكلام اللي جواك بجد. لأن أنت لما تيجي الولد اللي مثلا حظه وحش ثانوية عامة يجي يتكلم مع بابا بيحافظ على كلامه، انا عايزك تتكلم من غير ما تحافظ على كلامك، فدور على الشخص اللي تقول كل جواك حتى لو وحش طلعه. تاني حاجه كسر كوبايات، كسر. رابع حاجه قطع، هات كتب ثانويه عامه او كتب انت مستفز من الماده الفلانيه قطعها، ده بيدي احساس بالراحه. الحاجات اللي بنشوفها في الافلام دي بجد حقيقيه على فكره، دي لازمتها ايه؟ لا، مكسر احس بتعمل تنفيذ الشحنه. برافو عليك، تعمل تنفيذ. بس احلى ما في الموضوع الكلام، سويت، كسر، قطع، عيط. خمس حاجات لو عمليهم كلهم هتحسي ان فرق كتير معاكي. يعني مش عارفه، يعني بجد اكيد نصيحه غاليه، واكيد يهمنا ان انتوا تخرجوا من الحاله النفسيه او الضغط النفسي ده. جربوا اكيد كلام الدكتوره. كانت معانا الاستاذ دكتوره رحاب الفقي استشاري الصحه النفسيه. بشكرك يا دكتوره، من امتع الحلقات اللي شكرا عملتها. ليك، انا بستمتع معاكي حقيقي، اتبسطت جدا بالحلقه وحقيقي استفدنا جدا من الحلقه. واتمنى انك تكوني موجوده معانا في حلقات ثانيه ان شاء الله. شكرا ليكي، شكرا ليكي، استمتعت معاكي جدا. شكرا ليكي، ربنا يخليكي. ميرسي جدا على متابعتكم، دقائقكم موجوده معانا. يارا جندي ومروان ادري وكلام في الزحمه، الساعة 7 في أجمل 7، حياتك صح كل يوم 3 ساعة كام؟ ساعة 3. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله. كنتم مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.